بكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العقرب ليوم السبت 9 ابريل 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. النهارده عندك اعاده بحث وتقييم لكل امورك في الوقت ده، هيتم اعاده بحثها وتقييمها وتقييم كل ارائك النهارده وكل اعمالك بشكل من الاشكال اليوم ده، خاصه لو كنت ان لم تكن امورك بتمشي على ما يرام، ممكن تميل انك ترجع السبب لخطأ بيبقى صدر منك وصدر من الاخرين المحيطين بيك او كنتيجه للظروف اللي ممكن تبقى حاليا النهارده. من الافضل بس انك تاخد احتياطاتك وتتحلى بالصبر في الوقت ده، بالاضافه لابتهاجك اكتر وانتصارك اكتر على الازمه دي، هيبقى في حساسيه كبيره جدا جدا من غير اي نوع من انواع العواقب اللي ممكن تكون بتخرج منها بدروس اكتر وبانفتاح اكتر. توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. النهاردة أجواءك فيها نوع من أنواع الارتياب، هتعم أجواءك النهاردة الارتياب وهتستوجب منك أنك تاخد موقف في اليوم ده. هتلاقي حاليا في صعوبة في أنك تتخلى عن طريقة تفكيرك اللي بتبقى تعتبر معتادة بالنسبة ليك، بالرغم من العواقب السلبية اللي ممكن تبقى نابعة منك ونابعة من ماضيك. مع ده هتحاول انك تبقى منفتح اكتر علشان تعرف تتمكن من انك تتعدى المصاعب والعراقيل دي بليونة اكتر وسهولة. هيتأثر جسمك النهاردة لو زاد الضغط عليه بشكل كبير. توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. النهاردة هتزيل كل العوارق والعراقيل اللي ممكن تبقى بتظهر ليك، كل العراقيل اللي انت تنبأت بانها هتقدم ليك من فترة طويلة جدا جدا ابتدت تظهر بشكل تدريجي وتتحول لواقع بات تفاديه مستحيلا في الفترة دي. هتواجه التحديات دي في اسرع وقت ممكن، خاصة ان المهمة هتبقى صعبة جدا جدا، وكل ما انت بتتأخر في ده هتتراكم العراقيل اكتر وهيتوجب عليك انك تزيد مجهودك وتزيده وتضعفه بشكل كبير علشان تعرف تتجاوزها وتزيل كل العقبات.